السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم بياكيا من سيرفر 73، وأنا صانع محتوى رسمي للعبة حرب الممالك. عندنا حاجة من أهم الحاجات في موسم الغزو اللي بتسأل عليها كتير، ألا وهي فيلق النار أو مسيرة النار في موسم الغزو، وخصوصا مسيرة النار بتاعتي. حابب أتكلم عن مسيرة النار برغم إن المسيرة بتاعتي أنا بقول عليها إن هي لسه مش كاملة، بس أنا حاسس إن ده هيبقى الشكل النهائي للأبطال. هي مش كاملة بسبب إن أنا لسه مخطوطة التراجان عندي مش ماكس، لسه ما جبتش مخطوطة مخصصة الكورش الكبير مخطوطة كويسة لي، فأنا بستخدم لي مخطوطة عادية. بس كأبطال كمهارات أنا مش بغير حاجة في المهارات ديت، غير يعني حاجات طفيفة جدا، برغم إن عندنا مهارات مثلا باللون البنفسجي اللي هي المهارات الممتازة ديت، في ناس كتير أوي ما بتحبش تستخدمها عشان بتقلل من نقاط القوة، بس المهارات دي ليها لازمة كبيرة وفايدة كبيرة، وتعالوا أقول لكم ليه أنا بستخدم الأبطال دول بالذات. انا كنت عملت كذا فيديو على مسيرة النار خصوصا بساين ديوك، وانا شخصيا كنت بستخدم ساين ديوك، وساين ديوك جامدة جدا ومفيدة جدا خصوصا ضد مسيرات الضوء. بس حاليا في الوقت اللي انا بلعب فيه في موسم الغزو، خصوصا كل الناس اللي بتلعب ضدي سواء في الساحة او في البطل الممتاز او في الكيفيكي او في البي في بي اللي هو حدث القتل، دايما يا اما معاه مسيرة ضوء تعبانة شوية او هنقول عليها متوسطة، وفي الحالة ديت انا بعرف اكسبها بوش تيان مع هيبوليتا، او بتبقى مسيرة ضوء قوية جدا اللي هي ضوء بقى مع فوضى، بيبقى جايب فيها لوكي وبيبقى جايب فيها فوفي واثينا وبوسايدن. فساعتها انا يعني والله لو معايا ساين ديوك ومعايا ام ساين ديوك وابو ساين ديوك مش هيعملوا حاجة، فانا اضطريت اشيل ساين ديوك من المسيرة، بقيت بلعب بالشكل الاخير الا وهي ان انا بطلع ضرر بهيبوليتا ووشتيان. لما كنت بستخدم ساين ديوك ما كنتش بطلع ضرر بهيبوليتا، كنت بستخدم هيبوليتا كمساعده لساين ديوك، عشان ساين ديوك هي اللي تطلع الضرر بالمهارات، خصوصا مهاره قوه الفساد. قوه الفساد مهمه جدا في فيلق النار، سواء بتستخدم ساين ديوك او عايز تستخدم هيبوليتا زيي. لو معاك مخطوطه حلوه لهيبوليتا تقدر تستخدم قوه الفساد لهيبوليتا. يا ريت لو هتبقى معاك مخطوطة لهيبوليتا تكون فيها اللي هي عندنا اسمها قبضة حديدية بدل الاندفاع. الاندفاع هنا بتبقى حلو قوي لهيبوليتا لو انت معكش قوة الفساد. لو معاك قوة الفساد، عشان قوة الفساد يعتبر بتخلي هيبوليتا مش بتلعب غير بالالتيميت سكيل بتاعتها، مش بتلعب غير بالمهارة الأساسية بتاعتها، تقعد تضرب مهارة أساسية ويعتبر مش محتاجة أصلا تجدد الطاقة بتاعتها. تعالوا أوريكوا شوية تقارير من الساحة، وبعد كده نتكلم عن المهارات وإيه فايدة المهارات دي. إحنا هنا ده كانت عايزين فايلق النار بتاعي يلعب ضد فايلق نار تاني. عندنا ده فايلق نار ما بيلعبش بقوة الفساد، معاه مطاردة المنتصر زيي، التغطية الكاملة زيي، بس بدل مهارة قوة الفساد معاه تفجير الطاقة على هيبوليتا، بيلعب بساين ديوك عليها القنص وعليها نفس الموت وعليها هالة. وعندنا هنا وش تيان عليها المهارات بتاعتها، عنده برضو الاطباق، مهارة الاطباق دي مهمة هنتكلم عليها. بس تعالى اوريكم الفرق ما بين التقريرين، ده تقرير بتاعي، دي هيبوليتا الضرر بتاعها، وده التقرير بتاعه، وده الضرر بتاع العدو اللي انا واجهته. طيب ايه الميزة هنا؟ لو حبيت تبصوا هتلاقي ان الهجوم العادي بتاعي انا عملت ضرب 8 ضربات هجوم عادية في 26 ثانية، وضربت الالتيميت سكيل بتاعتي حوالي 4 مرات، 3 مرات على كل الفايلق، او اتضرب 7 في 4 في 28، لا هو اتضرب 3 مرات بس. مقارنة بيبوليتا، مقارنة بتراجان، تراجان عمل 9 ضربات هجوم عادي. مقارنة بالكرش 9 ضربات هجوم عادي، ومقارنة بوشتيان عملت 7 ضربات هجوم عادية. طب ليه هنا هيبوليتا مقارنة بكورش ومقارنة بتراجان عملت هجوم عادية عدد مرات أقل منهم؟ ده بسبب إن هي دايما بتشغل الألتيميت سكيل بتاعتها بسبب قوة الفساد، فالرسم التشغيلي بتاع البطل بيخليها تعمل كانسل للضربات العادية، ففي الحالة دي أصلا هي معاها يعتبر طاقة متجددة لا نهائية. ركزوا في هيبوليتا بتاعتي هنا، أول ما هتضرب الألتيميت سكيل بتاعتها أو المهارة الأساسية بتاعتها مرة، اتفرج على الطاقة بتاعتها بتزيد إزاي. احنا اهم حاجة عندنا بس أول مرة بتبقى بالراحة شوية أو بطيئة شوية، بعد كده بسبب قوة الفساد. بصوا أول ده أول كاست، بعد التنين ما هيخلص
قوة الطاقة بتنط، هي حرفيا بتنط. ده تاني كاست مقارنة بهيبوليتا بتاعته. انا هيبوليتا بتاعتي ضربت الضربة التالتة وداخلة على الرابعة اهي، وهو هيبوليتا بتاعته كانت لسه بتضرب في التالتة. الشاهد ان ده بسبب قوة الفساد. فدي اول مهارة عندي حابب اتكلم عليها. قوة الفساد هي مهارة بتشتغل لما انا بطلع ضرر بالمهارة الاساسية بتاعتي بعد تسبب ضرر مباشر بدون ضرر مستمر باستخدام مهارة نهائية 3 مرات، وبسبب هيبوليتا ان هي بتضرب المهارة الاساسية بتاعتها 7 مرات، فهتشتغل اول مرة بعد ما تستهلك 3 مرات. هستعيد 200 نقطة من الطاقة والضرر بتاع مهارتك النهائية بمقدار 60% لمدة ثانيتين. انا في نفس اللحظة انا كده ايه، اول 3 مرات من المهارة اللي هي المهارة بتاعت هيبوليتا اللي بتنزل 7 ابراج من النار ديت، عشان انا بستخدم اللي هي الضربة المشتعلة، انا بستخدم المخطط الخاصة بتاعتها. فبعد كده فاضل لي كام على الـ7؟ فاضل لي 4 كمان. بعد كده في 3 منهم برضو هيشغلوا قوة الفساد تاني. يعني قوة الفساد بتشتغل مرتين بسبب مهارة الضربة المشتعلة بتاعت هيبوليتا، لأن هي بتشتغل على 3 مرات والضربة المشتعلة بتتضرب 7 مرات في كاست واحد. فأنا يعني أتمنى أكون النقطة دي شرحتها ووصلت، عشان حاسس إن هي صعبة شوية. إن الألتيميت سكيل بتاعت هيبوليتا بتنزل 7 عواميد نار، 3 منهم أول 3 بيشغلوا قوة الفساد، بعد كده تاني 3 بيشغلوا قوة الفساد تاني، فبالتالي 60% من الضرر اللي هيزيد ده بيزيد مرتين، وهيبوليتا بتستعيد 200 نقاط من الطاقة. عندنا بقى مطاردة المنتصر. في كل مرة بلحق الضرر بمهارة مطلقة، الضرر اللي أنا بسببه بيزيد بنسبة 5%. فطبعا أول عمود هينزل من النار المشتعلة اللي هي دي، أو الضربة المشتعلة اللي هي دي، هيزود 5%، وتاني عمود هيزود 5% تاني، تالت عمود هيزود 5% تاني، لغاية لما نوصل للسابع عمود وهيبقى 35%. انا عندي مشكلة شوية في الانترنت عشان حد ممكن يكون بيعمل ابلود. عندنا اخر حاجة بقى، التغطية الكاملة، ان مع كل مرة انا بضرب المهارة المطلقة بتاعتي اللي هي برضو الضربة المشتعلة ديت، في بلحق ضرر بدني بكل الفايلات بتاع العدو. ودي التغطية الكاملة دي يعتبر زي ايه، زي حاجة كده ايه، تغطية، هي فعلا تغطية. اهم حاجة بقى عندي في مسيرة النار الا وهي تراجان. ليه؟ لان تراجان لما بيشغل المهارة الأساسية بتاعته، أول حاجة بيزود ضرر الضربة فتاكة بمقدار 30% لكل الحلفاء. تاني حاجة، لما بطل من أبطال النار بيسبب ضرر بالمهارة المطلقة بتاعته، فرصة الضربة الفتاكة للبطل بتزيد بنسبة 10% لمدة 6 ثواني. وإحنا قلنا هيبوليتا بتطلع الضرر بالألتيميت سكيل بتاعتها كام مرة؟ 7 مرات. فبالتالي هيبوليتا هتشغل 10% ديت، مش هتشغلهم 7 مرات، لان هي اخر تكديس تقدر توصل له 5 مرات بس. معنى تكديس ايه؟ يعني بتتعمل لها زي زياده، يعني ال 10% دي هتبقى 20 لو هم مرتين، 30 لو هم 3 مرات، 40 لو هم 4 مرات، 50 لو هم 5 مرات، بس مش هيزيدوا عن الـ5 مرات. فهيبوليتا بتشغل الالتيميت سكيل دي 5 مرات بسبب الضربه المشتعله بتاعتها برضو، فبتاخد 50% فرصه للضربه الفتاكه. ودي 50% فرصة ضربة افتكة، ده رقم بجد كبير جدا في اللعبة ديت. فتراجان مع هيبوليتا لوحدهم هما الاتنين يقدروا يخشوا على فايلك متوسط يبيدوه كامل بدون الحاجة للبطارين اللي ورا. بس طبعا البطارين اللي ورا دول مهمين، لان طبعا كل ثانية في اللعبة بتفرق، زي ما احنا شايفين في التقرير بتاع العدو هنا. يمكن هو مش مطلع ضرر زي ما انتم شايفين، بس التنين بتاعه لوحده مطلع 8 مليون ونص. نفس التنين بس كده لوحده 8 مليون ونص. فطبعا بيبقى مهم جدا ان انا في اول المعركة لما هستقبل ضرر زي ده، ان انا يكون عندي ابطال في الصف الخلفي برضو بيساعدوني، سواء بمهارات زي اللي على كورش، ان انا بستخدم الاطباق. وفي الحالة دي كورش بالنسبة لي انا على المستوى الشخصي مهم، لان اللعبة كلها متجهة نحو يعني خلينا نقول كده ان هي ايه، بتقلل الضربات الفتاكة. ليه؟ لو احنا حبينا نبص مع بعض كده في الاكسسوري او في الدرع بتاع الابطال، انا طبعا بستخدم على هيبوليتا معدل التصويب، بس معظم الناس بتستخدم معدل الصمود. فهتلاقي ان كل حاجة في اللعبة بتتجه نحو معدل الصمود. هتلاقي ان معدل الصمود عندي مثلا على وش تيان 8% برغم ان انا مش مزوده. هتلاقي على تراجن انا بستخدم برضو معدل صمود، هتلاقي على كورش معدل صمود.
فدايما الناس كلها بتستخدم معدل الصمود، سواء برضو في الموهبة هتلاقي الناس بتستخدم معدل الصمود زي فوق كده زيادة صمود الأبطال، هتلاقي إن برضو موهبة التنين، مواهب التنين بتشتغل على مقدار الصمود، فكل حاجة في اللعبة دي شغالة ناحية مقدار الصمود. فعشان كده أنا بستخدم كرش، وهنا هقول لكم إيه فايدة كرش بالنسبة للصمود. المهارة بتاعت كرش بيقلل صمود 3 فيلق عشوائي من فيلق العدو، يعني في 3 أبطال من فيلق العدو هيتقلل لهم الصمود بمقدار 15% لمدة 6 ثواني، وفي فرصة بنسبة 35% إن هم يتعرضوا للصعق لمدة 3 ثواني لما يستقبلوا ضربات فتاكة. طبعا هيبوليتا مع تراجان، احنا قلنا هيبوليتا هتاخد 50% نسبة ضربات فتاكة بسبب الضربة المشتعلة مع تراجان لما يكون ضارب الالتيميت سكيل بتاعته، او لما يكون ضارب المهارة المخصصة بتاعته او المهارة المطلقة يعني. ففي الحالة دي برضو كورش هنا بيساعد على صعق العدو مع تقليل معدل الصمود بتاعه بنسبة 15%. مهارة الاطباق عندنا دي بتساعدني في اول المعركة خالص، ان بيبقى فيه فرصة 90% ان انا احجب فريق العدو بالكامل وما بيطلعش، يعني يعتبر ايه، ما بيطلعش ضرر ولا بيستعيد الطاقة. كل 6 ثواني يعني بعد بقى انتهاء فترة الحجب، كل 6 ثواني في فرصة 50% ان انا الحق ضرر بدني. انا بالنسبة لي الضرر البدني هنا مش مهم، بس المهم ان هو هيعمل صعق لفيلقين عشوائيين لمدة 3 ثواني. طبعا الصعق من مهارة الاطباق مهم، والصعق من مهارة كورش مهمة، الاتنين مع بعض كافيين ان انا اقدر استخدم الفايلك بتاعي ضد مسيرة النور، خصوصا ضد افينا. طبعا هنا وش تيان المهارات بتاعتها ما بتتغيرش من اول سيزون طول لغاية دلوقتي، هي الابادة مفك التعويذ والمطاردة، والمخطوطة بتاعتها معدل ضربة فتاكة مع ابادة. بالنسبة لمهارات راجن انا حاطط هنا كبح الطاقة عشان تساعد ان هي تقلل كبح الطاقة مع الاطباق، المهارتين دول مع بعض هيخلوا ان العدو اللي قدامي لا يطلع ضرر ولا يحاول ان هو يستقبل الطاقه بتاعته على الابطال. برضو مباركه الحرب مع مباركه الغضب، انا حاطط مباركه الحرب عشان احاول انهي المعركه في اسرع وقت ممكن، فاطلع ضرر عالي اول 12 ثانيه من المعركه بالفايلك بتاعي، ومباركه الغضب عشان احاول استجمع طاقه بسرعه في اول برضو 12 ثانيه من المعركه، عبال ما مهاره الاطباق تخلص مع كبح الطاقة أكون خلصت على الأقل 70% من الجنود بتاعة العدو. أهم مهارتين بحب أستخدمهم في الفايلك بتاع النار هي الحقد، ساعات بستبدل مهارة الحقد بمهارة التضحية، هوريها لكم، مع ضعف. الضعف مهمة جدا، ما ينفعش تتشامل على فايلك النار أصلا، لو أنت معاك فايلك نار مش حاطط عليه الضعف فده مش فايلك نار، ده مش هيشتغل أصلا. أما الحقد ممكن أستبدلها بالتضحية في حالة ان انا مش بلعب ضد حد بيستخدم الضعف. بمعنى ايه؟ ان انا لو بلعب مسيرة نار ضد مسيرة نار يبقى لازم هستخدم الحقد، اما لو بلعب بمسيرة نار مثلا ضد ضوء او ضد عناصر اللي هم الفوضى ممكن استخدم التضحية، لان التضحية بيزود ضرر فيلقين حليفين عشوائيين بنسبة 15%، يعني اكيد 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 يا اما هيزود مثلا يا كورش وشتيان، او كورش وهيبوليتا، او هيبوليتا وشتيان، وفي فرصة صغيرة جدا ان هو يزود الطاقة الأولية بتاعة تراجان بنسبة 100. طبعا الجزء التاني من المهارة مش مهم قوي عندنا، بس الجزء اللي فوق ده مهم جدا عندنا، ان هو بيزود الضرر بتاعهم 15%، بيقلل الضرر بتاعي انا 15%، فده حلو لو انا مش بلعب نار ضد نار. اما نار ضد نار يبقى لازم حقد مع ضعف، اي فايلك تاني يبقى التضحية مع الضعف. كده اكون خلصت كل مهارات فايلك النار في موسم الغزو، ووريتكم طريقة ازاي بستخدم بيها هيبوليتا عندي كور ماشين زي ما انا مسميها، او آلة حرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.